السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مثل ما وعدناكم جولة خارج أمريكا والحلقة الأولى من أربيل. هذا سوق أربيل. نشوف من بداية السوق. الدجاج الهراتي على جبينه. شلون الاسعار هذول؟ مري؟ شلون الاسعار؟ والله شو الاسعار؟ 6000. ايه. هذا شنو نوعه؟ هذا شامي تركي. ها الشام. ان شاء الله بحركة. شوفها اكثر من سوق سليمانية. ما شاء الله. يلا شلون اسعارهم؟ 100,000 الواحد. ايش قد اعمارهم هذول؟ ما شاء الله. الله يبارك لك فيهم. صح علينا احنا بعدنا بسوق الدجاج. راح يكون شوي فيديو
الطويل هو هذا الحلو به واللذة. احنا نفتر حتى نصور كل شيء ونحاول نسأل عن الأسعار في سوق أربيل للطيور في كردستان العراقي. احنا نحاول هسه نوصل السوق للطيور اللي هو الحمام، لكن خلينا نمشي به بالتدريج حتى لا تروح علينا فرصة نصور كل شيء. وهذه أول جولة لنا خارج أمريكا. الله سوق كبير. مزدحم. أكيد أنا يعني سوق الغزل في بغداد أكبر وأوسع لأنه أقدم والكثافة البشرية أكثر. أعرف أنواع المخبوطة اللي هنا. ايش قد سعر هذا البلبل؟ هذا؟ ايه بدون خفص 105. بدون؟ بدون خفص 30. 30. برافو. 30,000 يا اخي. هذا والله انتم شو تشوفون هواية قليل. اعتقد هواية حسب ما اشوف على الفيسبوك الاسعار ارخص. يلا لا لا يملي ابا هو التلفقي امانه والله مو مال زين الحمام. خلينا نبدأ من البداية. بداية سوق طيور الحب اللي هو الباجي. احنا لحد الان ما بلشنا بعد سوق الطيور، حبينا نفوت نراويكم هذا سوق طيور الحب احنا نسميه بالعراق او اللي يسموه الباجيز، ما اعرف له تسميه ثانيه بالوطن العربي اللي هو هذا، ما اعرف شو تسموه. احنا بالعراق نسميه طيور الحب وبامريكا نسميه الباجيز او باراكيتس يعني حسب المكان التسمية.
تذكرتك. شوف شلون الاسعار هنا والله. خلينا نسال هذا شلون سعره؟ شلون سعره؟ ورقة الزوج؟ زوج ورقة. هذا الكوكتيل؟ كوكتيل 80 70 100. الزوج لو الواحد؟ الزوج. وطيور الحب؟ طيور الحب 15 20. الزوج. تسلم اشكرك. ما شاء الله تفاصيل. شو اسمه الطير؟ هذا اسم قرطة. هذا مال جبل. نعم كريم. وعشي هذا. لاقا. صوت زارق الدنيا بالذات. دبي من بمال يقوم بومية. أما عزمينا بفلوسه. أوه. صوت قدمي وناي خويا بينا. عقزي بارني يا خوشي من تشتري نادمي. نبي لودي صد زر صد زر. برام قصي فروش مني والله. ما قرعة مودي هتسنك شو. رادق المولد تقام لكم رادق القرآن لو ميدانك كس كسنا قاعد سحري القرآن هدي ورا بيجي نفر القرآن سي ورقم بنا فريق بنا فريق استا قصدي استا قصدي ورقم دانا إذا بس هذا يجون أبو يا ولد هاي هذا سيدا قصي ورقم يعني اذا بعمل له يا خلطي هذا بيش تريده بيش ما بي هذا مو ما بي جدي شو تقريبا هذا ثلاث ورق ورقتين ونص ان شاء الله سمعتي هذا ثلاث ورق ورقتين ونص يعني للي ما يعرف شنو ورقه ورقتين يعني 100 دولار يعني 300 دولار الى 250 دولار سعر هذا الطير البري اشتري ببغاء احسن هذا الطير ما شاء مين يا ورا ورا انا قصيدك هذا اليف هذا هذا اليف فول ولا ورا قصيدك ليش هذا ورا قصيدك هو كم يقول مين يا رجاوي هو يتسال هذا هو ورقه ونص بس هذا 150 دولار دوار شات دولار هذا معقوله يعني ما اعرف والله اترك لكم التعليق